السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة المستر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الامتحانات المهمة اللي احنا بنحلها. هنقدم لكم النهاردة حل ملحق كتاب جيم سنة أولى ثانوي يونت 5 الوحدة الخامسة من صفحة 40 ل 48، واللي فاتوا الحلول اللي فاتت يدخل على صندوق الوصف أسفل الفيديو هيلاقي الفيديوهات اللي فاتته كلها. إن شاء الله عايزين نخلي شعارنا إيه اليومين دولت بقى؟ النشاط واستغلال الوقت. انتظرونا. عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة حل ملحق كتاب جيم سنة أولى ثانوي صفحة 40. نبدأ بصفحة 40 يونت 5. بس قبل ما نبدأ بإيه بحل الأسئلة، معلش اسمحوا لنا دقيقتين كده نفكركم بالقاعدة دي عشان في ناس كتير اشتكت منها. هي النهاردة أصلا بنتكلم عن إيه في الوحدة ديت، في القواعد يعني أشكال التعبير عن المستقبل. خليك معايا في الهامش اليمين كده، أشكال التعبير عن المستقبل. المستقبل ممكن أعبر عنه بكذا شكل. ازاي؟ لو جبت ايه رقم واحد دي بي زائد جوينج تو زائد المصدر. بي دي اللي هي ام واز وايه وار، معناها سوف برضه. خلاص، امتى بستخدم بي زائد جوينج تو زائد المصدر عشان تعبر عن المستقبل؟ اذا لقيت في خطط مستقبليه قدامي او قرارات او نوايا في الجمله يعني تعبر عنها، او تنبؤ بدليل يعني ايه سيده حامل وسوف تلد كده، يبقى نجيبه جوينج تو، فيرب تو بي زائد جوينج تو زائد المصدر مع الكلمات الاتيه. اذا لقيت كلمه من الكلمات دي زي لو لقينا كلمه بلان يخطط او انتند ينوي او هاف ديسايدد او انتنشن نيه، هستخدم ايه فيرب تو بي زائد جوينج تو زائد المصدر يعبر عن الايه المستقبل. ممكن ايه تاني؟ ممكن اعبر عن المستقبل باستخدام ايه تاني؟ باستخدام المضارع البسيط. مضارع بسيط اللي هو ايه الاول؟ اللي هو التصريف الاول للفعل يعني المصدر، بس بنضيف اس اذا كان الفعل مفرد غائب او كان هي او شي او علي او كده. تمام. امتى بقى بستخدم المضارع البسيط ده يعبر عن المستقبل؟ اذا لقيت قدامي جدول مواعيد ثابت. زي ايه؟ مثلا الطيارة هتطير الساعة كذا، القطر هيمشي الساعة كذا، القطر هيوصل كذا، او حصص الدراسة الحصة هتبدأ الساعة كذا. يبقى ديت نستخدمه مضارع بسيط يعبر عن الايه؟ عن المستقبل. تالت حاجة ممكن تعبر عن المستقبل، المضارع المستمر، نفتكره بتاع الاعداد ده، ام واز وار والفعل فيه ان جي. انت بتستخدم المضارع المضارع المستمر ده عشان يعبر عن المستقبل. اذا لقيت عندي مواعيد شخصيه، مش مواعيد شخصيه خاصه بيا انا لوحدي، لا، يعني مثلا ايه عازم جيرانك او هتحجز تذكره سفر او مقابله اصدقاء او الجيران، معدل بس المعدل ايه مسبقا، يبقى إيه نستخدم المضارع المستمر في الحاله دي يعبر عن المستقبل. ماشي. ومع وجود الكلمات ديت، الكلمات دي كمان اذا لقيتها ارينج، ميك ارينجمنتس، ارينج يرتب، ميك ارينجمنتس يعمل ترتيبات او بريبير، هستخدم المضارع المستمر يعبر عن الايه المستقبل. طيب ايه رابع حاجه بقى واخدينها من الاعداد دي تعبر عن المستقبل؟ اللي هي ويل زائد المصدر. ويل زائد الايه المصدر. امتى بستخدم ويل زائد المصدر؟ اذا لقيت تنبؤ بدون دليل. تمام، يعني تخمين يعني، او ايه حقيقه في المستقبل ان واحد هيوصل عمره 17 سنه السنه الجايه، استخدم ويل زائد المصدر. او اتخاذ قرار سريع، سمعت جرس الباب افتح او ما افتح الباب، ده قرار سريع. او عرض، بعرض على واحد ايه اي حاجه اقدمها له. او طلب، انا بطلب من ايه ويل يو اوبن ذا دور، ممكن تفتح لي الباب لو سمحت. او وعد، بروميس، بوعد واحد بشيء، انا هديك هديه لو نجحت. او ايه تهديد، إيه تهديد، لو ما ذاكرتش هنقصك في الدرجات. او مع الكلمات الاتيه مثلا لقيت كلمه من دولت بقى استخدم ويل زائد المصدر، يبقى اكدت لك على طول. ثينك، لو لقيت ثينك، لو لقيت بيرهابس، لو لقيت شور، بليف يعتقد، بروميس يعد، اكسبكت يتوقع، هوب يامل، بريدكت يتنبأ، سيرتنلي، ديفينتلي، برو ديفينتلي بالتاكيد، بروبابلي كده. يبقى احنا ايه ادينا لكم ارضيه في الايه القواعد اللي هتيجي النهارده. هنحل بقى نمبر 1 نوليدج ان ذا فيلد اوف ميديسين، يعني المعرفه في مجال الطب. هاز بين، لقد اصبحت، فيري رابيدلي، بسرعه جدا، لقد اصبحت ايه ديفلوبينج الاخيره دي. نمبر 2 بلاينج تو ميني جيمز، لعب العاب كتيره. نقط ذا باتري، البطاريه اوف ذا موبايل، بيعمل ايه في البطاريه؟ امتيز، يفرغ البطاريه، امتي يفرغ البطارية. نمبر 3 decision، نقط needs
ديب ثينكينج، القرار يحتاج تفكير عميق اند اكسبيرينس وخبره او تجربه. يبقى ايه؟ صنع القرار، ديسيجن ميكينج. نمبر 4، كار درايفرز، السواقين بتوع السيارات، سواء سائق السيارات، يستخدمهم تو نو عشان يعرفهم وير ذي ار، يعني يعرفهم هم مكانهم فين بالظبط، اند هاو تو ريتش ابليس، الموقع الجغرافي. بيستخدموا ايه؟ نظام سات ناف، اللي هو ده بقى ايه اللي متصل بالاقمار الصناعيه، ده لتحديد الموقع الجغرافي. نمبر 5، نو وان كان هاك، لا احد يستطيع نقط ماي كمبيوتر ان انتي فيروس سوفت وير، لان انا عندي ايه برنامج انتي فيروس، محدش يقدر ايه يخترق الكمبيوتر بتاعي، يبقى هاك انتو، بتاخد حرف الجر على طول ايه انتو. نمبر 6، اي نقط تو فرانس، انا سوف اطير الى فرنسا، افتر اي فينيش، لما اخلص ماي اديوكيشن، تعليمي از بلاند، زي ما انا ايه خطط له. هنا بص شوف كده، لاحظ بقى كلمه ايه، هدي بلاند ده صح، هي فين في دولة اهيت. اذا هنجيبه ايه، فيرب تو بي زائد جوينج تو، والمصدر الهامش اللي على اليمين ده هتبقى دي كده، فهمناه؟ ام جوينج تو فلاي، خلاص عرفها من هدي بلان، اهي بلان ده. نمبر 7، وات تايم، يعني الساعة كام، يعني نقط يور بلين، الطيارة بتاعتك تيك اوف تومورو، تومورو دي غدا صح، بس انا ايه ممكن استخدم عن ايه هنا بقى، ايوه ركز معايا كده، ايه ده، ده طيارة ومواعيد قطارات، هتبقى ايه، شوف اللي هو ايه اللون الاخضر ده، هتبقى مضارع ايه بسيط، مضارع بسيط، يبقى هنا الطيارة دي مفرغ، تاخد ايه، تاخد داز، فهمناها كده، جدول مواعيد سايب الطائرات قطارات. نمبر 8، ماي فاذر هاز ارينجد، لاحظ كلمة ارينجد، بابايا رتب ايفري ثينج، لكل شيء، هي نقط تو سعودي اريبيا، للسعوديه، فور عمره، للعمره، نيكست ويك، الاسبوع الايه الجاي. ها هنفتكر كده بقى مين اللي معاها كلمه ارينجد هنا، بص كده تحت اهوت، ايوه المضارع الايه مستمر، مواعيد شخصيه او رتب لشيء، سفر، طيران، اهدي ارينج، صح كلنا شفناها. اذا هتبقى الاجابه ايه بقى، مضارع مستمر، يبقى ايست ترافلنج، يعبر عن زمن الايه، زمن المستقبل. نمبر 9، although prices، بالرغم ان الاسعار، are sky high in London، يعني مرتفع عالي قوي في لندن، I know there، انا ايه اعيش هناك sooner or later، يعني عاجلا او اجلا، I have mind، لقد قررت ايه ان انا ايه اروح اعيش هناك يعني. طيب هي ركز في الجملة دي، مش دي تعبر عن انه خطة مستقبلية هيعيش في لندن وكده، ها ان هي اللي خطة مستقبلية، ها شفت جوينج ايه تو، بتاعت جوينج تو، ان هي فيهم الاولانية على طول، خلاص مش شرط يكون عندي بقى كلمة من الكلمات دي اللي هي انتند وبلان وكده، لا ممكن من المعنى. نمبر 10، دونت فورجيت، ما تنساش، ذات اور نيبورز، ان جيراننا، فور دينر ذيس ايفنينج، ايوه ده جيران وناس، ويبقى دي مواعيد ايه، مواعيد شخصيه، فاكرينها بقى، هنبص عليها كده اللي هي باللون الازرق دي، مواعيد شخصيه ماشي كده، وحتى ما فيش كلمه تدل على الكلمات دي، مش مهم بس تفهم المعنى، اذا دي هتبقى ايه، مضارع مستمر، فهمناها كده، الجيران جايين وفي عشاء وكده، مضارع مستمر تبقى ايه، ار كومينج. نحل بقى السؤال اللي بعده، all people dream about the future، دي فقرة اللي هي بنكمل الفراغات، كل الناس بتحلم بالايه، بالمستقبل، what they not do، يبقى what ايه، مستقبل، what will، طالما في مستقبل بقى. however برغم من ذلك، I have plans، انا عندي خطط، not only dreams، مش ايه، مش مجرد احلام، I not going، going في ing صح، يبقى I am، start my own business، هبدأ شغلي، I am sure، sure يبقى إذا إيه نجيبه إيه، will، it will، سهل خالص إن الخطط دي هتنجح وكده، I have already started save money، decided، قررت، معلش هقول بسرعة الحتة دي بقى، going to my target، أحقق هدفي، if، آخر واحدة اللي هي دي، if all of us، لو كل منا نقط أبلان، لو كل واحد فينا إيه لديه خطة، لديه بقى إيه have. ندخل في الترجمه نشوف بقى مع بعض، دي انجليزي، ترانسليت انتو عربي، ترجمه للعربيه، environment is everything around us، اذا ايه محلوله تحت اهي، البيئه هي كل شيء حولنا، so لذا we must keep it clean and healthy، يجب علينا الحفاظ عليها ايه، يجب الحفاظ عليها نظيفه وصحيه.
نكملها. The Ministry of Environment يبقى ايه؟ Environment يعني البيئة، وزارة البيئة. عملت ايه الوزارة ديت؟ Pays much attention يعني تعطي اهتمام. ممكن تجيبها بقى كفعلية، تولي وزارة البيئة اهتمام كبير. انت عايز تقول تعطي، ماشي، بس في هنا ماتش اهو عشان شدة الاهتمام. To the fatal dangers، fatal يعني مميت، dangers اخطار يبقى الاخطار القاتلة، and harms والاضرار that affect التي تؤثر على البيئة. خلاص affect the environment. Translate into English، ترجم الى الانجليزية. وعندنا لقد انشئت الكثير من المؤسسات في مصر لدعم المجتمع، وخاصة الفقراء والمسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى استطيع ان يحيوا حياة سعيدة. ندور على الفاعل مين هنا اللي هيجي في الأول، يعني المؤسسات الخيرية، الكثير من المؤسسات الخيرية تيجي في الأول. A lot of charities مالها؟ لقد أنشئت تبقى مضارع تام بس مبني للمجهول. Have been established، established يعني أنشئت. فين بقى؟ في مصر، in Egypt. لدعم المجتمع، to support community، community مجتمع، وخاصة especially الباقي بقى ترجمة حرفية، فقراء، زبور، old المسنين، old people، والأيتام، orphans، وذوي الاحتياجات الخاصة، those with special needs، هؤلاء الذين لديهم احتياجات خاصة، لكي يتمكنوا حتى يستطيعوا يعني to be able to يعيشوا live حياة سعيدة، a happy ايه؟ a happy life. ده صفحة 41. باد بيرسون هو شخص سيء، هو جيتس ا لوت اوف ماني يحصل على الفلوس كتير، ثرو من خلال، ها، بيعمل حاجة وحشة في الأربعة دولت، يبقى إيه؟ اللي هي الاحتيال أو النصب، ده فيشنج. خلاص؟ اللي هي سي. نمبر 2، دون توري سير، لا تقلق يا سيدي، ذير إز، يوجد، وبعدين إيه؟ أون ذا دور أوف ذا روم، على باب الحجرة، يوجد إيه؟ يبقى عايز اجيب اسم هنا، لوك قفل يعني. خلاص. نمبر 3 ديت ايه؟ نفس الكلام بس في تغيير في ايه شكل الجمله. دونت وري سير، لا تقلق سيدي، ذا دور اوف ذا روم از، الباب بتاع الحجره يكون ايه؟ عايز اقول بقى مغلق، از لوكد. خلاص عشان تدي ايه المعنى الصحيح. نمبر 4، ذير ماست بي ا لو تو كريمنالايز، لابد ان يوجد قانون لتجريم، هيجرم ايه؟ هو التنمر الالكتروني، سايبر بالينج. نمبر 5، اي هيرد ذا، سمعت اوف ذا جن بتاع البندقيه، اند نيو، وعرفت ان ايه؟ ذا كريمنال واز جوينج تو شوت، سمعت الايه؟ التكه بتاعت البندقيه، الكليك دي، يبقى ايه؟ بدا مستعد للايه؟ انه يضرب نار. نمبر 6، ها، ذا موفي، الفيلم، وبعدين نقط، ات 7 اوكلوك شارب، الساعه ايه؟ هيبدا الساعه 7 بالظبط، شارب يعني ايه؟ بالظبط يعني، ها، ايه ده بقى؟ مش ده جدول مواعيد؟ يبقى انهي بقى؟ ها، فاكرين ولا نرجع لها تاني؟ نرجع لها برضك، اهيت جدول مواعيد ثابته، المضارع الايه؟ البسيط، صح؟ هتبقى الاجابه ايه هنا؟ ها، معلش هنخيلكوا شويه، هتبقى ستارتس، مضارع بسيط يعبر عن الايه؟ المستقبل. في جدول مواعيد الثابته. نمبر افتر يسرى ريتشز، بعد ما يسرى تصل باريس، شي نقط اس ان ايميل، هتبعت لنا ايميل، صح؟ فهنا افتر دي يجي بعدها مضارع بسيط في الجمله ديت، لو جه هنا مضارع بسيط هيجي هنا ايه؟ مستقبل في الجمله الثانيه، ويل سند. طب نقول الحته ديت هي دي قاعدة اللي هي الروابط الزمنية، افتر واز سون از وكده، اذا جه مضارع بسيط وراهم يجي الجملة التانية ايه؟ مستقبل. طب هنا اصلا، طب ما جابش الاتنين ليه مستقبل؟ اصل افتر ديت واز سون از والحاجات دي ما يجيش وراهم ويل هنا. خلاص، فجاب مضارع بسيط يعبر عن اللي هي المستقبل، وجت الجملة التانية مستقبل بسيط، ويل سنت. نمبر 8، عمرو، وبعدين نقط، ان بوستون يونيفرستي، يعني عمرو هيدرس في جامعة بوسطن، that is his aim، ده هدفه، تمام؟ فهنا is going to ديت ما تنفعش، ليه بقى؟ عشان is going to ايه؟ ما هو ما فيش فعل هنا، يبقى دي طلعت من الايه؟ من الاختيار. may study ما تنفعش، خلاص ماشي، قدامنا اتنين، is studying و will study، ما قلنا مضارع مستمر يعبر عن مستقبل لو ايه؟ ها؟ نفتكره كده مع بعض.
مضارع مستمر، لو في مواعيد شخصية، معدلة، مصباح، حجز تذكرة، يبقى مشيها دي خالص، شايفينها؟ خلاص، إذا ما فاضلش إلا مين؟ إلا ويل. يبقى كده الإجابة بتاعتنا هي ويل ستادي، سوف يدرس. اللي بعدها أو ذا ووتر إز بويلينج، المية بتغلي، قرار سريع دي بقى. أي أوف ذا جاز، ها من الإعدادي قرار سريع، تبقى إيه؟ ويل تيرن. اللي بعدها نمبر 10، اي ثينك، قلنا اي ثينك دي بتيجي مع مين؟ بتيجي مع ويل، يبقى في اتنين بي ودي، بي ودي دولت مش نافعين. طيب اي ثينك هي نقط فور نوت دوينج ذا اساينمنت، على انه ما عملش الواجب، هيتعاقب، هيتعاقب مبني للمجهول للمستقبل، ويل بي بانيشد ديت. خلاص، ندخل بقى في الايه، القطعه الصغيره دي، نشوف بقى هنا ايه يملى الفراغات. We are having a holiday next week، هناخد اجازة الاسبوع الجاي. So we decided، هتاخد ايه؟ تاخد to، decided to travel to Cairo. We are not to get up، يبقى we are going to get up early and take the 6 o'clock bus. ماشي، وبعدين اللي بعدها we arrive we will visit عندما نصل، يبقى عندما يبقى ايه؟ وين. انت ممكن تقول اجابات تانية بس تحافظ على المعنى، ماشي صح برضك، وتحافظ على الجرامر. we think، نحن نعتقد على طول، will we will. نشوف بقى الايه، translate into Arabic، ترجم الى العربية. traveling abroad helps to see many countries، قلت لك تعملها فعلية بقى، تجيب الفعل الاول، يساعدنا السفر للخارج على ايه؟ see many countries، رؤية الكثير من الدول، of the world and get in touch with، get in touch with يظل على اتصال بي، to the people of other nations، يعني ايه nations؟ أمم. and know about their customs، ومعرفة الكثير أو عن ايه؟ معرفة عاداتهم and traditions، وتقاليدهم. ادي الكلمات، عايزك تطلع من كل ترجمة كده بأربع خمس كلمات، ادي customs عادات، traditions تقاليد، نيشنز أمم. نشوف بقى اللي بعدها، ترانسليت انتو انجلش، تنفذ الحكومة المصرية حاليا عديد من المشروعات. ها حاليا اللي هي اسمها ايه؟ كارنتلي، كارنتلي جت في الأول، ها معلش الكلمة دي مش باينة، هي ذا ايجيبشن جفرنمنت، تنفذ يبقى از كارينج، تنفذ حاليا ويبقى مضارع مستمر. عديد من المشروعات العملاقة، العديد يعني كثير. عملاق جاينت، جاينت بروجيكتس، ادي الصفة جت قبل الاسم. ولذلك، لذلك يعني لكي، تو توفر، بروفايد فرص عمل للشباب، يبقى ايه؟ جوب اوبورتيونيتيز، اوبورتيونيتيز دي يعني فرص، فور يوث، واي او يو تي اتش عشان مش باينه، وحل مشكله، ايوه سولف، حد يقول لي يا استاذ جات لي سولف هنا مصدر، اصل سولف، سولف ديت مصدر جات لي معطوفه على تو ديت، تو بروفايد تزود او توفر، وتحل، ها وحل يعني مشكلة ايه؟ the problem of البطالة unemployment، وتحسين مستوى المعيشة and improve، وتحسن يعني، ها the standard of living، مستوى المعيشة and. هنا مين شاطر يقول بقى هنا جيت and ليه بقى هنا؟ هو دول التلات افعال الحكومة بتعملهم ايه بقى؟ بتوفر فرص وتحل مشكلة، وشفت كده and improve the standard of living، ودرب نفسك على الايه؟ التراجم دي هتنفعك في الباراجرافات، لو انت عرفتها كترجمه ممكن تكتبها كايه في الباراجراف في نفس الموضوع يعني. ندخل بقى الصفحه اللي بعدها، نحل بقى صفحه 42. نمبر 1، the software downloaded from this website، البرامج اللي احنا اتحملت من الايه؟ من الموقع ده، is mostly تقريبا which او معظمها يعني which will damage، سوف تدمر الكمبيوتر، يبقى ايه؟ مالوير، اللي هي برامج خبيثه الاولانيه دي. نمبر 2، the officer asked me، الضابط سالني، about the of the accident، الحادثه، يبقى سالني على ايه؟ details، تفاصيل الحادثه. she not on the link، على اللينك، اند ذا ويب سايت سون اوبند، اتفتح، يبقى ايه؟ يبقى كليكد على اللينك ده. نمبر 4، از ا بليس ان ان الكترونيك دوكيومنت، دوكيومنت وثيقه يعني، هي مكان في وثيقه، ذات تيكس يو تو انذر، تدخلك على ايه؟ انذر بيج اور ويب سايت، اللي هي اللينك.
فيهاش حاجة دي. نمبر 5 I don't know how، أنا مش عارف how my friend، تمام. passwords كيف صديقي ده ايه يعني متعود انه ايه يخترق الباسوردات، دي فاعل صح، ما يبقى يجي وراها فعل هاكس يخترق، خلاص. وده كمان مفرد بنزود الفعل ايه اس. نمبر 6 the information on the main computer، المعلومات على الكمبيوتر الرئيسي was lost، يعني ايه بقى lost يعني فقدت، فقدت ايه بقى through a، من خلال، يبقى عملية ايه اختراق، عملية اختيار اختراق هاك، هاك ديت يخترق واختراق فعل واسم، فهنا كاسم يعني. نمبر 7 your computer has very important information، الكمبيوتر بتاعك ده ايه في معلومات ايه مهمة، protect it against، المفروض ان انت تحميه ضد against ديت، لو اذا جه وراها فعل تزود له ان جي هاكينج الايه الاختراق، تمام. نمبر 8 I can't live here، مش عارف اعيش هنا. I have a feeling of، انا عندي شعور ب، ها شعور، ها شعور بايه اللي ايه insecurity، عدم الامان، خلاص. of يجي وراها اسم insecurity، خلاص في المعنى برضك insecurity. نمبر 9 نفس الجملة بس بشكل تاني، I can't live here، انا مش عارف اعيش هنا. I feel، انا اشعر ان انا feel يجي وراها صفة insecure، انا برضك يبقى ايه غير امن. السؤال اللي بعده نمبر 10 there are some disadvantages، يوجد بعض العيوب، وبعدين social media للايه اللي هي السوشيال ميديا كلكم عارفينها، التواصل الاجتماعي، يبقى تو هي تاخد اوف بس فيش اوف هنا، خلاص فتاخد تو برضك. هنشوف السؤال نمبر 11، قلت لك الكلام اللي احنا كنا كاتبينه برضك في الهامش في الجنبين عشان تفضل فاكره، كلنا افتكره مع بعض. هنشوف بقى نمبر 11 هنا بيقول لي وي نقط ماي بيرث داي بارتي، يعني هيكون عندنا حفله عيد ميلاد اون ساتردي يوم الايه السبت، وود يو لايك تو كم، تحب تيجي. ها هنشوف كده ديت دي بقى ايه يعتبر ايه بقى مواعيد شخصيه معد لها كحفلات وكده، هنستخدمه المضارع الايه المستمر وي ار هافينج، خلاص اهو تحت مواعيد شخصيه معد لها مسبقا، حجز تذاكر حفلات عيد ميلاد زفاف كده، مش شرط يكون الكلمات دي موجوده، فاخترنا ايه بقى هنا المضارع الايه المستمر يعبر عن المستقبل تم التخطيط ليه مسبقا. نمبر 12 12 اسراء هاز جاست ديسايدد، ايوه عندي كلمه ديسايدد هنا، اسراء لسه مقرره تو باي ذيس دريس، ان هي اللي بتاخد ديسايدد بقى عندك ايه على يمينك كده ديسايدد اهي، مع ايه بقى بي جوينج تو، يبقى هتبقى الاجابه از جوينج تو، قرار منها انها تشتري، شي از جوينج تو باي ات ناو، فهمناها كده جت ازاي عشان كلمة decided دي. نمبر 13 نمبر 13 everything is arranged، ركز كده في كلمة ايه، في كلمة arranged، مين اللي بتيجي مع arranged بقى هنا now، كل شيء مرتب ليه. we not for Alexandria tomorrow، يعني احنا مرتبين نروح اسكندرية بكرة، ها ايه اللي تم الترتيب ليه بقى، ايوه مواعيد شخصية مرتب لها مسبقا وكلمة arranged تحت اهيت، خلاص تدي المضارع المستمر يعبر عن المستقبل، اذا هتبقى الاجابه هنا ايه بقى ار ليفنج، خلاص. نمبر 14 اي اكسبكت، انا توقعت، دي ماضي صح، اذا هتبقى ماضي هنا، الماضي في الاربع وود وين، ما هي اكسبكت ديت لو كانت اكسبكت بس، بص كده ادي الايه المستقبل باستخدام ويل زائد المصدر، منه من الكلمات اللي بنستخدم معها ويل زائد المصدر اكسبكت، بس جاي هنا في الجمله دي ايه اكسبكت التوقعه، خلاص يبقى نختاره ايه من الماضي من ويل ايه وود. نمبر 15 دونت وري اباوت يور اكزامز، انت ما تقلقش خالص على الايه على الامتحانات. اي نقط يو، انا ها هساعدك، يبقى قرار سريع ولا لا، او عرض مساعدة، عرض مساعدة برضك ويل هيلب، تمام. نمبر 16 تومورو مورنينج، بكرة بكرة الصبح اللي هيحصل، وي نقط ذا فلات توجذر، الشقة
ايه ايه حنا ايه هنطليها ايه مع بعض غدا. تمام، نركز كده مع بعض، نشوف كده الاختيارات اللي قدامنا دي. will be painted يعني احنا اللي غلط، مبني للمجهول. ماشي، going to paint ناقصه، لازم ار بنت بس ما تنفعش عشان بقول بكره، يبقى دي مضارع ما تنفعش. هي ما فيش الا دي will be painting، دي بقى مستقبل، ها مستمر. تمام، لسه مش عليك دلوقتي. إيه كده ايه you can have a look، تقدر تاخد ايه نظره الى الايه الى القاعده ديت، ادي الملخص بتاعها اهوت، وجبناه والله كتبته مرتين عشان الناس تطلع مستفيده من الايه من الفيديو ده. اشكال ايه التعبير عن المستقبل، مضارع بسيط، وان لسه قايلينه مع المضارع المستمر. تمام، ومع الايه واللي زائد الايه المصدر، وعندك الكتاب بقى ممكن تحفظها فيه وتلخصها زي ما انا لخصتها لك كده. ندخل بقى في الايه الصفحه اللي بعدها، نكمل بقى صفحة 43. when I was abroad لما كنت في الخارج قابلت اصحاب كتير، I worked there، وهنا بقى دي ايه مش بقى هتبقى for، انا اشتغلت هناك وبعدين ايه هنا المفروض في مده زمنيه فور. اي هافنت ميت ما قابلتش اني اوف وان اوف ذيم، ما قابلتش حد فيهم. اي ريتيرن تو ايجيبت منذ رجعت مصر، يبقى سينس. انت بتتخيل المعنى كله، بتقراها كلها الاول عشان تفهم. لاست ويك وان اوف ذيم، واحد الاصدقاء دولت قال لي ان هو ايه ان ذا ماسنجر ان هما تولد مي زي بوك ده حجزوا تذاكر طيران لمصر زي نقط فيزيتنج في اي ان جي، نحط ار، حط ار هنا عشان زي كمان. اي انتند تاخد حرف الجر ايه تو، اي انوي ان. عندنا القطعه بقى ايه زي ما انتوا اتعودتم، ماشي نقراها مع نفسنا كده. وادي اجابات القطعه عندك اهي، اتعلم عليها. دي صفحه 43، ندخل بقى في صفحة ايه صفحة 44 برضك ايه ركز فيها، ودي اجابات مختلفة كل واحد ممكن يقول ايه اجابة شكل يعني. ماشي، نكمل بقى صفحة 44 مع بعض. يجب ان يكون لك هدف، دي ترانسليت انتو انجليش، ترجم الى الانجليزية. يجب ان يكون لك هدف في الحياة تسعى لتحقيقه، الحل تحت اهوت. يجب مين اللي يجب عليه؟ انت بقى، يبقى تجيب يو في الاول، يبقى يو ماشي. يجب عليك you should have هدف a goal في الحياة in life تسعى لتحقيقه that you are you try try يعني يحاول ان to achieve انك ايه انك تحققه خلاص لتحقيقه. وقدوة حسنة يعني يكون عندك كمان قدوة حسنة، قدوة حسنة اللي هي ايه a role model تقتدي به يعني تتبعه to follow ماشي. لكي يبقى in order to تمام او to ممكن. لكي ترى أحلامك التي كنت تعتقد to see your dreams التي يبقى that you thought أنا أعتقد إن هي إيه elusive. elusive يعني بعيدة المنال، ممكن تقول impossible، أي إجابة تدي إيه معنى بعيدة المنال يعني صعب تحقيقها يعني تتحقق أمامك يعني إيه بقى come true come true. طيب الترجمة دي ممكن لها أسلوب تاني، أنا حاطط ما بين قوسين كده هنا اللي هي من أول in order to اللي هي معناها ايه بقى اللي احنا قلناه لكي ترى احلامك تتحقق. ممكن نقولها بطريقه تانية، نشيله اللي هي ما بين قوسين دي لحد هنا ونحط دي بدلها، الاثنين صح. so that لكي you can see تستطيع ان ترى that you achieve انك تحقق your dreams احلامك that you thought far away يعني ايه بعيده المنال. دي ترجمه باسلوب اخر، اللي تعجبك فيهم ايه اعملها خلاص، بس انا رايي الاولاني اسهل. ماشي، عندك المعاني انا كاتب لك فوقيها وبنقلها بقى. الترجمه اللي هي ترانسليت انتو عربي ترجم للعربيه، وي هاف هاد انف اوف وورز يعني لقد اكتفينا، اوف وورز من الحروب، الناس اكتفت خلاص. سو لوك فورورد تو، لذلك نحن بروبلمز حل المشكلات من خلال ثرو توكس المحادثات اند ديسكشنز والنقاشات as civilized peoples do زي ما الشعوب، peoples دي معناها الشعوب، كما تفعل الشعوب اللي المتحضره، civilized هي معناها متحضر والصفه جت قبل الموصوف اللي هو ايه peoples. صفحه 46 نمبر 1 I want to malware البرامج الخبيثه ديت from my tablet من التابلت بتاعك، كنت عايز اعمل فيها ايه البرامج دي remove يزيل. نمبر 2 تو نقط از تو بريس انك تضغط على باتون اون كمبيوتر ماوس على الايه الماوس بتاع الكمبيوتر، يبقى كليك وخلاص
مش محتاجة بقى. نمبر 3 the parliament is discussing، البرلمان يعني يناقش a new law that protects، الذي يحمي monuments الآثار and old buildings، الآثار اللي ايه باختصار كده ancient القديمة. نمبر 4 my teacher asked me to، المدرس طلب مني a novel on only one page، القصة دي في صفحة واحدة بس، يبقى لخصها summarize. نمبر 5 facebook twitter انستغرام اند واتساب ار سوشيال، كل دولت ايه سوشيال سهله ما فيهاش حاجه، سوشيال ميديا. نمبر 6 ذا بوليس اوفيسر، الضابط بتاع الشرطه ثينكس ذير از ا يوجد بتوين ذا ريسنت اكسبلوجن، الانفجار الحديث اند ذا تورست ثريتس، والايه والتهديدات الارهابيه، يوجد ايه الضابط اعتقد ان هو يوجد صله كونكشن، صله ما بين الايه الانفجار والايه والتهديدات الارهابيه. نمبر 7 this web page is full of job، هذه الصفحه ديت مليئه بجوب ايه جوب، I found my current job here، وجدت الوظيفه الحاليه بتاعتي، يبقى اعلانات adverts. نمبر 8 as christmas is getting closer، بينما لان الكريسماس احتفال الكريسماس يقترب، the shops are getting more and more، المحلات اصبحت with shoppers، الناس تشتري crowded مزدحمة. نمبر 9 footballers اللعيبة، لعبت الكورة often a lot of money، فلوس كتير as professional players، كلاعيبة محترفة بيكسبوا فلوس كتير، earn مع money تبقى earn ايه money. 10 I asked my elder brother، طلبت من اخويا الكبير الاكبر if he could do some homework، يقدر يعمل لي بعض الواجبات، not me for me، لأجلي. 11 all the information I read in this book، كل المعلومات اللي انا قريتها في هذا الايه الكتاب، نقط very very valuable، information ديت ايه مفرد، هتبقى ايه بقى هتاخد was، تمام، هاز مش هتدي معنى، هتدي معنى غلط. 12 what arrangements، الله خلي بالك بقى من ايه arrangements، الترتيبات كانت بتدل على ايه، ايه اللي يعبر عن المستقبل. What arrangements، ما الترتيبات have you made for next week، next week للاسبوع الايه القادم، arrangements يبقى ايه مضارع مستمر يعبر عن المستقبل، قال له اي ها انهي المضارع المستمر بقى خلاص اتعرفت، traveling هسافر اسكندريه. اللي بعده 13 he has، انه to London for 3 years now، بقى له 3 سنين، he is doing post graduate studies، بيعمل ايه دراسات هناك، ماشي يبقى ايه بقى راح وما رجعش لسه هناك، هي از دوينج صح، يبقى هاز ايه هاز جون، لسه ما رجعش من المكان اللي راح له. 14 when I was، ادي ماضي صح، when I was young I always before going to school، هتبقى ماضي يبقى هنا ماضي خلاص، ماضي ايه بقى ماضي بسيط، ليه عبر عن حاجه كان متعود عليها في الماضي، مع ان في اولويز دي بتدل بنعرفها من الاعداد المضارع بسيط، بس هنا في ماضي يبقى لازم هنا تبقى ايه ماضي بسيط بردك خلاص. نمبر 15 حدث انتهى وخلاص وخلصت، عاد عنده زمان. 15 اوه اي نقط ذا باص، هاو كان اي جو تو، هاو كيف اروح الجامعه دلوقتي، يبقى واحد واقف كده عند موقف الاتوبيس ولسه فايته الاتوبيس، اذا ده مضارع تام، يبقى لسه حالا الايه الحدث ده منتهي من فتره قصيره، واقف مستني بقى يروح ازاي، يبقى مضارع تام ها اللي بيعبر عن كده. 16 ذا فلايت، الطيران اي ووز، رحله الطيران يعني اي ووز ريدنج ا بوك كولد، كنت عمال اقرا كتاب واسمه كذا، فهنا ايه بقى انهي لي جارها اسم في دول ديورنج، اثناء رحله الطيران خلاص. نشوف بقى اللي هي الصفحه اللي بعدها، هنا بيقول لي ادي الاجابات، انا حطيتها لكم بسرعه بقى كده، ميني كثير، ميني برينتد بيبرز يعني جرايد كثيره مطبوعه، ذا انترنت، ذا انترنت، سام ستوريز، وبعدين از، وادي القطعه بتاعتنا، عايزين نعتمد على نفسنا بقى شويه كده عشان ايه، كل ما تعتمد على نفسك وكده، عندنا القطع هنا برضك عايزك تقراها كلنا يعني ماشي كطلبه وطالبات، نقراها كويس 3 مرات وبعدين ايه نشوف الاجابات، الاجابات بتاعتنا اهي خلاص، دي 47 ماشي، وادي ايه
صفحة 48 برضك، ركز في الايه اللي مكتوب قدامك. خلاص، هارد يعني أسرع، تاخد رشد يعني كلمة بتساويها يعني، دي صفحة 48. كواليتيز يعني ايه؟ مميزات أو صفات، دي الإجابات بتاعت القطعة. تمام، نشوف بقى الايه الترجمة. يحتفل المصريين بعيد الأم مرة كل عام في 21 مارس، مين اللي بيحتفل؟ تجيب الفعل الأول the Egyptians، ونجيب الفعل فاعل وبعدين فعل celebrate، يحتفلوا بإيه؟ Mother's Day، عيد الأم، مرة كل عام، مرة يعني once، once a year، مرة عام في 21 مارس. ها التاريخ بياخد on March 21st، ال ST دي اختصار ل first. ونرى أطفال صغار وشباب يسارعون في توفير المال، مين اللي بيرى؟ and we see، we يبقى الفاعل، see young children، أطفال صغار، and youth وشباب بيعملوا ايه دول بقى؟ يسارعون يعني راش، يندفع الى، يسارعون في توفير المال to save money، ماشي، لكي يتمكنوا من شراء هدايا لأمهاتهم، يبقى to be able to، يتمكن من، يشتري يبقى ايه buy هدايا، يبقى ايه presents، presents هدايا for their mothers. خلاص، ودي الكلمات اللي باللون الاحمر ديت انا كاتب لك معانيها، وانا عايزك ايه، ايوه دي عربي وديت خلاص محلول، دي انجليزي نحولها عربي. الاصدقاء من الاشخاص الذين نستطيع ان نشاركهم التجارب السارة والحزينة ونقضي معهم، يستطيعوا ان يمدوا لنا ايديهم في وقت الايه الحاجة. وكده بنتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وانتظرونا في ايه فيديوهات قادمة ان شاء الله بقية حل الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.